أترى هذا الخنجر؟ احذر، اشتريته من مصر بألف درهم ووضعت عليه من السم بألف درهم. فأنت قد بيّدت الأمر إذن. منذ أن قتل علي إخوتنا في النهروان. أي وفاء هذا؟ سأخبرك بأمر يسرك أكثر. قل لي ابن ملجم. في مثل هذا اليوم سيقتل أيضا معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. ماذا تقول؟ أجل يا شبيب، اجتمعنا في العام الماضي في مثل هذا الوقت في مصر، أنا والبرك بن عبد الله وعمر التيمي، واتفقنا أن نخلص المسلمين من هؤلاء الثلاثة في يوم واحد. وكيف ذلك؟ تعهد البرك بقتل معاوية والتيمي بعمر بن العاص، وأنا بعلي بن أبي طالب. أيدكم الله بنصره. قل أيدنا الله بنصره. إلى أين؟ إلى المسجد نصلي جماعة، اشتاقت نفسي لصلاة الجماعة. قد يراك علي. سمحني وأعطاني الأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح، ويمكن الاتيان. هيا عباد الله، هيا قوموا عباد الله إلى صلاتكم. صلاتكم عباد الله لا تفوتكم الصلاة. أقم الصلاة يا حسن، أقم الصلاة. صلاتكم عباد الله. يقول لكم أمير المؤمنين لا تفوتوا صلاتكم. صلاتكم. ابتعدوا عن الطريق، أخلوا للطبيب المكان عباد الله. هيا أيها الطبيب بسرعة. Thank you.
لا تخافوا يا أخوتي، هونوا عليكم، لا تخافوا.